متابعة للملف القطري، حيث أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد لقائه أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك أنطونيو غوتريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة، أكد أن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، مشددا على أن الأزمة بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة. الجبير نفى الذي يرأس وفد المملكة مملكة العربية السعودية إلى الجمعية العامة، نفى أن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في حل الأزمة مع قطر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد بحث مع الجبير التطورات الأخيرة، وقد شارك الأمير خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن بهذا اللقاء.